جاهزة وكل أفرادها كويسة، وإن شاء الله مش عايز أقول الأفضل لأنهم كلهم نجوم وكلهم لعيبة كويسة جدا، ولكن هو لازم 11 لاعب يبقوا موجودين، وسبعة لو في أكتر من كده ممكن اللائحة تدينا كنا ممكن نستخدم أكتر من اللعيبة. فاستني جاهز، كل اللعيبة بلا استثناء الحمد لله جاهزين. وبالنسبة لحسام مولود برضه حسام دخل مع الفريق بسرعة، واللي يقرر خليني يحس ان حسام باولو بقاله اكتر من سنه مع نادي الزمالك ومع هذه العناصر يعني. فالكل جاهز والكل مستعد ان شاء الله، وفي هدف واحد باذن الله تعالى ان احنا باذن الله تعالى نرجع بكاس السوبر باذن الله ان شاء الله. لكن العناصر معروفه للناس كلها اللي موجوده في نادي الزمالك، ونادي الزمالك كان مفتوح للناس كلها، ولكن اللعيب الامثل واللي هو يقدر يعني يؤدي المباراه وتعليمات معينه خدها بطريقه منهم هو المهم ان شاء الله هستخدمه. واعتقد اي فريق مش هم ال 11 اللي بتيجوا بس، في ثلاثه احتياطي بينزلوا، وهم دول ممكن يكونوا سر المباراة كله. المهم المحصلة النهائية انت الهدف من المباراة عايز ايه وتحققه ان شاء الله. وبعديها بدأنا تمرين، كان هو جات له نزلة برد واتمرن يوم واحد، وبعديها برضو دخلنا معسكر في سكة هو برضه حصل له ان كان في حقن كان خدها ويوم ماتش الاهلي، والحقن عملت له خراب، والخراب راح المستشفى وعمل عمليه جراحيه وما اتمرنش، يعني قعد بتاع 4 اسابيع هو بعيد عن الملعب. وشيكابالا نجم كبير ويعني يلفت انظار كل الناس في عدم وجوده، ولكن شيكابالا ما ينفعش يبقى موجود ويبقى بره خالص وما يبقاش موجود في الفرقه ويبقى موجود احتياطي. لكن شيكابالا يجي مجرد ان هو يبقى بره خالص دي هتبقى صعبه، فانا فضلت ان هو يكمل برنامج، لان احنا دخلنا معسكرين، المعسكرين شيكابالا كان بعيد عنهم، كان في تدريبات صباحية ومسائية على فترتين، فهو يعني الفورمة الرياضية بتاعته اعتقد ان كان هو بعيد عنها، فعشان كده فضلت ان هو يكمل برنامج هناك في القاهرة ووسط، ونخلي التركيز للباقي اللعيبة اللي موجودة اللي هي ممكن تشارك في المباراة.